يلا احنا بنعمل السحب على سرايا دايموند سلسلة وخاتم. نمشي السلسلة الأول؟ نبدأ بالسلسلة. دي السلسلة انفينيتي. انفينيتي الاسم الأولاني نادين رفيق محمد كلمها لي كده. افتحي السبيكر. يا نادين ردي يا نادين. مش عارفين عنوانها؟ لا بناخد ارقام التليفونات. هنكلم مره كمان لو ما ردتش بقى للاسف هنضطر نجيب اسم تاني عشان يبقى فيه مصداقيه عشان ما يتقالش ان احنا بنكلم الناس وما بيردوش واحنا خدنا ال بنسحب السحب التاني على الخاتم ونخلي نسلمها بقى كمان يعني دي كده نسحب سحب التاني. يلا سحب التاني. يلا يلا أثيل مدحت. أثيل مدحت. مفيش ثلاثة في مصر اسمهم أثيل. أعتقد ما دي موجودة في كروت. إيه ده؟ أثيل. الحمد لله طلعت موجودة. لسه شادية من عندهم. اشتريتي. ما شاء الله يعني شادية من عندهم. اشتريتي. ما شاء الله. يا فاطمه صوري لنا الخاتم الحلو جسمك يلا نكلم التليفون خلاص لو ما ردتش 0 1 60 30. حد ينغزها ولا حاجة من اللي أنا بقوله. اسمي نادين. نادين رفيق محمد. يبقى نصيبها حد تاني. حد هي من مصممة. سبحان الله فعلا. سبحان الله. لا معلش ناخد اسم نقلب بقى تاني ونسحب ناخد اسم تاني معلش شكرا. حسناء احمد ياسين. حسناء حنان ولا حسناء؟ صفاء احمد ياسين. صفاء احمد ياسين. صفاء احمد ياسين. ازيك يا صفاء؟ الو ازيك يا مدام صفاء؟ مش انت كنت عندي في المعرض؟ انا دعاء فاروق. ازاي حضرتك؟ انت اشتريتي ايه من سرايا دايموند؟ دفعتي ديبوزيت خلاص. دفعتي ديبوزيت التوينز يعني؟ طيب كسبتي معانا سلسله ان شاء الله. مبروك. مش هما خدوا رقم تليفونك واسمك ورقم التوينز جاي تقدر تسلمه بكره. تعالي بقى استلمي التوينز واستلمي معاه السلسله. مبروك. هتروح فين؟ في المعرض ما شاء الله في الفرق. قول.
ايوه ايوه حبيبتي حبيبتي منورانا. ارسيها قمر، مبروك عليك، مبروك عليك يا حبيبتي. باي يا حبيبتي، روح لكم في المعرض بتاعكم ان شاء الله. في المعرض اللي فين؟ لوران على الترام. لوران في لوران على الترام، سرايا المجوهر، سرايا دايموند، لوران على الترام. ماشي يا حبيبتي، باي يا حبيبتي، سلام. حط بقى النمره جواها. يلا مبروك مبروك، الف مبروك. عقبال المره اللي جايه ان شاء الله. مصطفى نورتنا يا استاذ مصطفى، ميرسي جدا لحضرتك. يلا والصوتيه الحلوه دي هنقطعها جوه. مين اللي عاملها القمر كده؟ ولا عسل ايدك. ويلا حبايبي اتفضلوا بقى كلمي بس. بابا بص كده بعد اذنك. يلا انا عنده عقفة رويس كول اول في المدخل على طول. شكرا على خير، شرفتينا. هو تمام. هي ما تعرفيش طيب كمان انفر مش عليك عليا والله. انا بس استني شويه مش سليمه انا دعاء هي انا اكيد مشغوله بقى. انا مش عايزه طب اوعي تمشي غير لما اسلم عليك. شيمو اوعي. تمام. 11 5 5 2 3 0 مش عارفه. بره حضرتك الفاطمه ايه؟ مش انت كنت عايزه تكلميها؟ بعد اذنك. يا جدعان مش لازم بوس على فكره. ثانية واحدة. لا انت بتكلمي انا. طيب اديني الرقم بتاعي. 011 انا موبايل عليك مش عارفة. طيب ثانية واحدة. طب احنا عايزين نعدي مش عايزين نعدي. عايزة ادوات الحاجة اللي معاك دي 11 5 5 ثانية واحدة. مش عارفة اوصل لدعاء بعد اذنكم. دعاء هتسلمي عشان نقفل ولا هتسلمي على الناس؟ طيب كل الناس حبيبه بقى ما شاء الله بجد عليكم ما شاء الله. اسكندرانيه جدعان. ايوه انا عايزه احكي. خدي رقمي خدي رقمي ما شاء الله ما شاء الله.
مش عارفه سكر الدايت ده ايه، انا مش فاهمه كل الناس قالت ان هو كده بعدين ليه
يعني مش كلنا جايين نشتري صراحة.